بسم الله الرحمن الرحيم. قد انتهينا من المحاضرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في مساق المدرسة النحوية، والآن إن شاء الله نبدأ المحاضرة السادسة. والمحاضرة السادسة تدور حول تلاميذ سيبويه، وسيبويه كما نعلم هو إمام المدرسة البصرية وصاحب الكتاب المسمى الكتاب الذي لم يضع له عنوانا ولا مقدمة ولا أي شيء ولا اسم، لأنه قد مات قبل أن يضع له هذه الأشياء، قلنا من أجل المسألة الزنبورية والعقربية التي دارت بينه وبين الكسائي. والسيبويه كما قلنا ونعيد ونزيد بأنه من اسم هو لقب له أو بشر عمرو بن قنبر، وبمعنى راحة التفاح. وكذلك سوف يأتي إلينا سؤال في النصف أو النهائي ألقاب بعض العلماء زي مثلا الفراء، المبرد، سيبويه، الكسائي إلى غير ذلك، وكل هذا موجود إن شاء الله يمر معنا في المحاضرات. في هذه المحاضرة السادسة إن شاء الله تناول على خير من تلاميذ سيبويه كما نعلم في قطرب وفي الناشي وفي الأخفش، ولكننا سوف نتناول منهم اثنين فقط، هما قطرب والأخفش. ولعل السبب في قلة التلاميذ يعود إلى ما ذكر أنه كان في لسان سيبويه حبس مما نحاه عن المحاضرة، يعني مما أبعده عن المحاضرة، والحبس يعني ثقل في اللسان أو التعتع أو غير ذلك. فكانت التلمذة على يديه عن طريق البحث والتحقيق في بيته ليس في المسجد كما غيره، كانت المساجد هي دور المحاضرات. وهذا ما دفع تلميذه قطرب محمد بن المستنير أن يدلج كل ليلة، يعني يجده أمامه عند البيت، وأن يقف ببابه مبكر يتلقى العلم، حتى صادفه سيبويه ذات مرة يقف بالباب فقال له مداعبا: ما أنت إلا قطرب ليل. والقطرب هو دويبة تسير ليلا. قطرب توفي 206 هجري، هو محمد ابن المستنير أبو علي الملقب بقطرب، أخذ النحو عن سيبويه وعن جماعة من البصريين منهم يونس بن حبيب، وأخذ عن النظام مذهبه الاعتزالي. واختلف العلماء في رواية قطرب ما بين موثق ومتهم، والمراجع منهم اتهامه بأنه قيل أنه يكذب في اللغة، هو الوحيد الذي قد وردت عن الذي قد ورد في حقي هذا القول. إن له مصنفات كغيره من العلماء، كل العلماء السابقين واللاحقين في القراءات، كل العلماء السابقين واللاحقين كذلك كانت لهم نهاية مأساوية كما نعلم. له مصنفات في النحو والصرف واللغة، وله كتاب المثلث، طبعا الموجود عليه باللون الأحمر بدنا نركز عليه شوية، لأنه مش هنحفظ كل كتبه، إنما نحفظ عن كل عالم كتاب معين حتى نستطيع أن نجيب على ذلك. وكتاب العلل في النحو، وكتاب الاشتقاق في التصريف، وكتاب الأضداد. الأخفش هو صغير العينين مع سوء بصارهما، والأخفش الثلاثة كان أبو الخطاب الأكبر، والأخفش الأوسط، وكلما يطلق كلمة الأخفش على الأوسط، وهو سعيد بن مسعدة الذي أمامنا نتناوله الآن، توفى 215 هجري، والأخفش الصغير وهو علي بن سليمان. كان أجلع، والأجلع كما نعلم وهو لقب إلي الذي لا تنطبق شفتا على لسانه. وهذا الأخفش قلنا يطلق عليه الأخفش الصغير، وعندما جاء علي بن سليمان صار الأخفش الأوسط، وهم الأخفش الثلاثة الذين قد شهروا بهذه الصفات. طبعا الأخفش أخذ عن سيبويه وشيوخه مع أنه أسن منه، يعني أكبر منه بالسن، وقرأ عليه مسائل الكتاب، وقال عنه: كنت أسأل سيبويه عما أشكل علي منه، فإن تصعب علي الشيء قرأته عليه. ويروى الزبيدي أن الأخفش كان يقول: كان سيبويه إذا وضع شيئا من كتابه عرضه علي، وهو يرى أني أعلم منه، وكان هو أعلم به مني، وأنا اليوم أعلم به منه. يروى أن الأخفش كان ضنينا أي بخيلا بكتاب سيبويه، وإليه يرجع الفضل في استبقائه، ويذكر في إشاره كتاب أن تلمذي الأخفش الجرمي والمازني اتفق على إغراء الأخفش أن يقرأ الكتاب على الجرمي مقابل مبلغ من المال، حتى ظهر كتاب فجلس يشرحه ويمليه على تلاميذ البصري مثل الجرمي والمازني وغيرهما. كما أخذ عنه الكوفيون منهم كسائي، وقيل أنه قرأه عليه سرا ووبه 70 دينارا. اعترض الأخفش بالكسائي بسبب المناظرة التي كانت بينه وبين سيبويه، قلنا المسألة الزنبورية. فلما علم الكسائي أنه الأخفش عانقه وقربه إليه،
وقرب إليه فاستحل تعرضه محبة مما يجعله يميل إلى بعض آراء الكوفة، بل كان أكثر البصريين موافقة لهم. من أجل ذلك نقض بعض آراء الخليل وسيبوي، مما دفع الكوفيين إلى أن يحملوا آراء ويضمنوهم مدرستهم التي قامت الكثير من آراء الأخفش. وكان بين الأخفش وبين الكوفيين مخالفات صرفية كثيرة فضلا عن النحوية، يعني لم يقتصر آراء أنه له آراء صرفية، بل يعني آراء بصرية له آراء كوفية كذلك. وخالف في جمهور البصريين في تراثهم الوحيد الكتاب، كما أفسح القياس للأشعار الشاذة التي لا تضطرد مع قوانين أستاذي السيبوي النحوية، كما أفسح للقراءات فاحتج بها وانخلفت قواعد النحو القياسية عند جمهور البصريين، مما من أجل ذلك انفرد في كثير من المسائل بقياسية الخاصة. من مؤلفات الأخفش كغيره من العلماء لهم مؤلفات كثيرة، كان كتاب ترك الأخفش قياسا نحويا، كتاب المسائل الصغير، كتاب الأوسط في النحو، كتاب المقاييس، وكتاب الاشتقاق. طبعا هذا الموضوع باللون الأحمر حتى نفهم ونعرفهما، لأنه لو ورد لنا في الامتحان سيرد لنا كتاب لواحد مش كل وليس كل الكتب، ولكن كل هذه الكتب بادت فلم يبقى منها شيء، بل كل تراث العلمي لم يبقى منه سوى ثلاث كتب غير نحوية. أما تلاميذ الأخفش فهم الجرمي والمازني والسجستاني. أبو عمر الجرمي متوفى 245 هجري، وهو صالح ابن إسحاق، وسمي بالجرمي لأنه نزل في جرم من قضاعة فنسب إليهم، كان رجلا دينا ورعا حسن المذهب صحيح الاعتقاد، نشف البصرة وتردد على حلقات العلماء النحويين واللغويين، فأخذ عن يونس بن حبيب ولم يلقى سيبوي، ولكنه لزم الخليل وكان زميلا للمازني وكان سببا في إشاعة كتاب سيبوي. كان الجرمي لسنا قوي الحجة في المناظرة، يعني صاحب لسان قوي عنده قوة الحجة في المناظرة وأي رد على الآخرين. من مؤلفاته له كتب كغيره قلنا من العلماء، له كتاب له في النحو والصرف، كتاب المختصر في النحو وهو اختصار كتاب سيبوي، وذمة أبو حاتم، لأنه أبو تأتي أسماء ستة تأتي برواية تمام أو برواية النقص وغير ذلك، ولو كتاب الأبنية، ونسب شواذ كتاب سيبوي الذي نسب شواذ سيبوي 1000 بيت وبقية 50 كما مر معنا قبل قليل أو في المحاضرات السابقة. أبو عثمان الجرمي هو طبعا يلقب بأبو الصرف، وتوفي 249 هجري، بكر بن عثمان، قد ولد في البصرة ولزم حلقات العلم وخاصة النحاة واللغويين، وقد عن أبي عبيدة وأبي زيد، ثم لزم الأخفش وصار أعلم أهل البصرة في النحو والصرف، وكما قلنا كانت عنايته بالتصريف تزيد على عنايته بالنحو ومسائله، فقد ألف كتابا في التصريف شرحه ابن جني، وقد جعلت عنايته بالتصريف ذا حجة قوية، وكان المازني يتشدد في القياس ويرد ما لا يطرد معه من لغات العرب ومن بعض القراءات، يعني أي شيء لا تناسبه يرفضه، قلنا يتطرد الاضطراد، قلنا هي ما يعادل نسبة 100%. أما العالم الثالث هو أبو حاتم السجستاني، وهو نسبة إلى سجستان وهي كورة بالبصرة، يعني مدينة بالبصرة وليست المدينة الفخرستان. وكان يقول عن نفسي وكان أبو عبيدة يميل إلي لأنه يظنني من خوارج جستان، وكان يستنشدني شعرهم. أخذ أبو حاتم عن أبي الحسن الأخفش المقصود به سعيد بن مسعد الأوسط، وقرأ عليه كتاب سيبوي مرتين، وأخذ عن ابن دريد الأزدي، وأخذ القراءة عن يعقوب بن أبي إسحاق الحضرمي. لأبي حاتم مصنفات كثيرة في النحو واللغة، وفي الفارس بيان بتصانيفه، منها كتاب النقط، يعني نقط الإعراب ونقط الإعجام، والشكل القرآن، يعني الفتح والضم والكسرة وغير ذلك، وكتاب ما يلحن فيه العوام اللحن يعني الخطأ، وكتاب الأضداد، وكتاب النحل، والتذكير والتأنيث، وكتاب الكرم وغير ذلك من هذه الكتب. قيل لأهل البصرة 4 كتب يفخرون به على الأرض: العين للخليل، طب العين في الأصوات، النحو لسيبوي، الحيوان للجاحظ، والقراءات لأبي حاتم سجستانيا. 4 كتب مهمة كان يفتخر بها البصريون. نقول المرة الثانية: العين للخليل طبعا هي في الأصوات، النحو لسيبوي،
الحيوان الجاحظ، القراءات لأبي حاتم. العالم أبو العباس المبرد، ويعتبر الرجل الثالث في المدرسة البصرية، لأن يعتبر الرجل الأول هو أبو الأسود الدؤلي، والرجل الثاني يمثله الخليل وسيبويه، والرجل الثالث هو المبرد، توفى 285 هجري. والرجل الأول في الكوفة أبو جعفر الرؤاسي، والرجل الثاني الفراء والكسائي، والرجل الثالث قلنا ثعلب. أبو العباس المبرد هو محمد بن يزيد، تتلمذ على علماء عصره من البصريين، تتلمذ على يد الجرمي والمازني وأبي حاتم السجستاني، وكان شغوفا بالنحو والتصريف، فلزم أبي عمرو الجرمي ثم المازني الذي قرأ عليه كتاب سيبوي فأعجب به وبفطنة وذكائه وحسن التحصيل له فلقبه بالمبرد. والمبرد كما نعلم بكسر الراء هو المثبت الحق، والذي لقبه بهذا اللقب هو أبو عثمان المازني. وقرأ قلنا فلازم أبي عمرو الجرمي ثم المازني الذي قرأ على كتاب سيبوي فأعجب به وبفطنته وذكائه وحسن تحصيله فلقبه المبرد. وكان المبرد يجلس مكان شيخ المازني وشيخه كأحد تلاميذه. كان أبو العباس المبرد تقيا ورعا، ويتسم بقوة حافظته ودقة علمه وخفة روحه، واضح الشرح، جيد الخط. عاش المبرد في كنف الخليفة المتوكل وزيره الفتح بن خاقان في مدينة سمراء التي تسمى سمراء. فلما قتل المتوكل فر المتوكل إلى بغداد، وهو لا عهد له بأهله، فدركته الحاجة فصلى الجمعة في الجامع الذي اعتاد ثعلب أن يصلي، الإمام ثعلب الإمام الكوفة الثالث الرجل الثالث، أن يصلي فيه ويملي فيه على أصحابه. فلما قضيت الصلاة أقبل على بعض من حضره وسأل أن يفاتح السؤال ليسبب له القول، يعني حتى يجعل التلاميذ يلتفون حوله. فلم يكن عند ذلك الرجل علم، فطفق المبرد يرفع صوته ويفسر يوهم بذلك أنه سئل، فصارت حوله حلقة، فتشوف أبو العباس ثعلب إلى الحلقة، فأرسل إبراهيم بن السري الزجاج ومن الحاك لفضة حلقة المبرد، ومعهم بعض أصحاب ثعلب. فلما صاروا بين يدي بادره الزجاج بأن يأذن له في المناقشة، فقال له مبرد سل عما أحباب، فسأله عن مسألة فأجاب فيها بجواب أقنعه. فنظر الزجاج في وجوه أصحابه متعجبا من إجابة الجواب. لما رأى الزجاج ذلك المبرد، رأى ذلك من المبرد، طلب ملازمته، فعاتبه أصحابه، إذ كيف يترك من شهر علمه في الآفاق ويأخذ عن مجهول لا يعرف اسمه. فقال لهم لست أقول بالذكر والخمول، ولكني أقول بالعلم والنظر. طبعا الزجاج أخذ، قل المبرد لا يقرأ أحد الكتاب سيبويه حتى يقرأه على الزجاج، فكان ذلك أول رئاسة الزجاجي. ويعتبر المبرد قلنا رأس نحاة البصرة، وهو الرجل الثالث كما أن في زمانه، كما أن ثعلب رأس نحاة الكوفة في زمانه. فكثرت بينهم المناظرات، وكان المبرد دائم التفوق على نظيره ثعلب لقدرته على الجدل ومقاومته للحجة ومقراءة الحجة، مما جعل كثيرين من تلاميذ ثعلب يتحولون إلى حقة المبرد على مرأة ومسمع منه. النحو عند المبرد، النحو طبعا المقصود بأصول النحو، فالأصول عنده القياس والسماع وغيرها. القياس كان المبرد يقيد نفسه بالقياس، وكان دائما يؤيد القياس أكثر من السماع الذي عني بتحقيقه والالتزام به، وكان يسند آرائه بالعلل الناصعة، ويقدم السماع المضطرد على عن العرب على القياس، ولا يعتمد على الشذ النادر قائلا إذ جعلت النواذر والشواذ غرضك واعتمدت عليه في مقيس كثرة زلاتك، يعني يعتمد على القياس أكثر من السماع. كذلك عني بالسماع القياس والعلل والتعريفات، فالسماع اقتفى به أثر أستاذه المازني، فكان لا يرتضي القراءات الشاذة ما دامت تجاري السماع المضطرد، كما تشدد في قبول الروايات عن العرب وطعن في الأشعار التي لا تستقيم مع مقاييس، وقد اعترض على تسكين المضارع، فالمضارع في قول امرئ القيس، وهذا هو من بحر السريع، طبعا من البحر السريع، فاليوم أشرب غير مستحقب إثم من الله ولا أغل، فهو يرى أن الرواية الصحيحة فاليوم أشرب، فالفعل أمر، أنا أشرب سكون الباء وليس بضمها، لذلك عنف ابن جني من أجل ذلك، من أجل موقف هذا.
لأنه رد الرواية صحيح وحكم على السماع بالشهرة، والقياس يحتكم إليه دون أن يقدم على السماع المضطرد على أفواه العرب. أما العلة فهو يحاول أن يسند آرائه بالعلل، فلا بد لكل رأي من علة تبرره. وأما التعريفات فهو يسوق التعريف في فاتحة كل باب من أبواب كتاب المقتضب، وذكر نحو الاسم ما كان واقعا على معنى نحو فرس ورجل حائط وما أشبه ذلك. وهذا التعريف موجود عند السيبويه، نفس التعريف أو مشابه له، وله أفكار كثيرة في العوامل. مما فمثلا كان يذهب إلى أن العامل في النعت المنعوت وفي عطف بين المتبوعين وفي التوكيد المؤكد، فكل متبوع ينصب على تابعه. سؤال مقال مهم جدا، ما موقف الخليل والسيبويه المبرد في لفظة اللهم؟ ولمبرد مخالفات جمة كثيرة مع العلماء قبله، حتى الخليل والسيبويه فقد خالفهم في اللهم، إذ قال الخليل والسيبويه إن الميم فيها زائدة يدل من ياء النداء، ولا يجوز أن تجتمع فيه، ولفظ الجلالة منادى مبني على الضم. وكأنك قلت يا الله، قال سيبويه، قال الخليل اللهم نداء، والميم ها هنا بدل من ياء، فالميم في هذا حرفان أولهما مجزوم والها مرفوع لأنه وقع عليها الإعراب. وقد زاد سيبويه أن اللهم لا يصح أن توصف، قال وإذا لحقت الميم ولم تصف الاسم من قبل أنه صار مع الميم عندهم بمنزل الصوت كصوت يا هنا أي يا رجل يا هنا. وأما قوله عز وجل قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، سورة الزمر الآية 46، أصلا نداء يا اللهم. وقد خالف المبرد السيبويه فجوز وصف اللهم قائلا ولا يجوز عنده أي عند السيبويه وصفه، ولا أراه كما قال، لأنه إذا كانت بدلا من ياء فكانت قلت يا الله اتصفه كما تصف في هذا الموضع. وكان الخليل والسيبويه يزعمان أنه نداء آخر كأنه قال يا فاطر السماوات الأرض. من تراث المبرد النحوي يعني من كتبه ومصنفاته، أهم كتبه هي المقتضب وهو موجود ومتوفر في المكتبات، أربع أجزاء المذكر المؤنث، ولو كتاب طبقات النحويين البصريين وكتاب الاشتقاق. من تلاميذ المبرد له تلاميذ كثر، وسوف نذكر منهم يعني بعض الشخصيات زي أبو إسحاق الزجاجي المتوفى 310 هجري، إبراهيم بن السري بن الزجاج من أشهر تلاميذ المبرد وأقدمهم صحبة له. فقد كان يأخذ عن ثعلب ثم انقطع المبرد يروي أن الزجاج كان يختص بعلماء البصرة ويدافع عنهم، لذلك جعله تمسكه بالمذهب البصري تعقب الكوفيين وخاصة الفراء منهم. ولم يقف عند مخالفة الكوفيين، بل خالف الكثير من علماء مدرسته مع احترامه لمذهبه النحوي. وهم كتب الزجاج كان كتاب مع القرآن وعراب، وهذا كتاب مهم جدا، وكتاب سر النحو، وكتاب حروف المعاني، وكتاب وشرح أبيات السيبويه مختصر في النحو والاشتقاق وما لا ينصرف. الكتاب الأول اللي موجود ومتوفر كتاب مع القرآن وعراب، بنركز عليه. الأخفش الصغير طبعا هو توفي 315 هجري، وله كتاب شرح كتاب سيبويه، وهو علي بن سليمان الصغير. أبو بكر بن السراج توفي 316، محمد بن السري بن السراج اللغوي البغدادي، وهو أحد العلماء المذكورين في عصره من أمة النحو المشهورين، حضر حلقات المبرد وقرأ عليه الكتاب، ثم انصرف إلى علم الموسيقى، وبعد حين عاد إلى حلقة المبرد ثانية، ثم لحقة الزجاج، ثم استقل عنه بحلقة خاصة. كان ابن السراج من علماء البصرة الذين يخلطون المذهبين البصري والكوفي، ولكن ميوله إلى البصرة أكثر، ويعتبر نفسه بصريا عندما يقول ويعبر عن البصريين بقوله أصحابنا. وقد اهتم اهتماما كبير بالأصول النحوية، فجعل بحثه النحوي تنظيما وتبويبا لمسائل سيبويه، حتى حدد ووضح ورتب المبعثر منها، ثم جعل في كتاب سماه الأصول في النحو، كتابه الأصول في النحو ما منه إلا الاسم، لكن ليس فيه من أصول النحو السماع والقياس والتعليل وغير ذلك أي شيء آخر. ويعتبر هذا الكتاب بداية التمييز بين النحو وقواعد الجزئية، يعني ليس فيه أقسام الكلام اسم فعل إلى غير ذلك، إنما موضوعات أخرى، بداية التمييز بين النحو وقواعد الجزئية، فكان علمه هذا يستحق الإكبار والتقدير. حتى أن الكثير من العلماء من علماء أثنى عليه على الكتاب، وسموه بسمات تبين قدره.
وذلك يقول ياقوت الحموي عنه له من المصنفات كتاب الأصول وأحسنها وأكبرها إليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه، جمع فيه علم أصول النحو وأخذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب، وعول على مسائل الأخفش الكوفيين وخلف أصول البصريين في المسائل كثيرة. وقال عنه في مكان آخر، طبعا هذا القول الذي يعنينا مهم جدا، ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن سراج. وقال عنه الزبيدي منها في أصول النحو وغاية في الشرف والفائدة. فالكتاب يقول على جامع مقاييس العربية التي تقوم على القوانين والضوابط والأحكام نحوية، ثم العلة التي تصحح تلك المقاييس وتحمل الفروع على الأصول وتجيز قياس النظير على نظيره. وصاحب الكتاب يتخذ من كتاب سيبويه مادته الأصلية، يعني من أين يتخذ الأسئلة مطروحة في أسفل الصفحة يبني عليه منهجه، وقد جمع إليه بجانب ذلك ما تقدم من أقوال النحويين سواء منهم البصريون أم الكوفيون، خصوصا منهم المبرد والأخفش والكسائي والفراء، وهو يجمع هذه الآراء فيها رأيه ويختار ما يراه راجحا دون تقييد. القياس أما نظرته إلى القياس فهو كغيره من علماء البصرة، إذ يقوم على المشهور المضطرد على لسان العرب، لذا كان يعنى به عناية شديدة جعلته يهاجم من يقبلون الشاذ والناذر، ثم يبنون عليه قاعدة داعيا إلى إسقاطها حيث لا اضطراب في المقيس المعول عليه في النحو والصرف. يقول اعلم أنه ربما شد شيء من بابه، فينبغي أن تعلم القياس إذا اضطرد في جميع الباب لم يعنى بالحرف، قلنا اضطراد قلنا 100%، إذ يشد عنه، وهذا مستعمل في جميع العلوم. لو اعترض بالشاذ على القياس المضطرد أكثر الصناعات والعلوم، فمتى سمعت حرفا مخالفا لا شك في خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شد، فإن كان سمع ممن طرد عربيته. العلة، وقد حدد العلة النحوية وظيفتها وقسم إلى علل إلى ضربين أو نوعين، العلل الأول والعلل الثاني، وكل منها يؤدي لكلام العرب، ومثل هذين الضربين موضحا الغاية. قال الضرب المؤدي لكلام العرب كقولنا كل فعل مرفوع، وضرب آخر يسمى علة العلة، مثلا لما يقولون لما صار الفعل مرفوعا والمفعول به منصوبا، ولما تحركت الياء الواو وكان ما قبلها مفتوحا قلبت ألفا. وهذا ليس كسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب، وإنما نستخرج منه حكمتها في الأصول التي وصفتها. وتبين بهذا فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات، وهو يهتم بالعلل الأول أو الثواني فيتصحبها في كل جملة. وكان يقف بالكوفيين موقفا صريحا سواء كان سلبا أم إيجابا، ويعبر ببعض مصطلحاته مثل المكنة للضمير، ويذكر بعض ذلك بالنص نحو قولي وأعلم. طبعا هذه المصطلحات سوف ترد في محاضرات قادمة بالتفصيل. ولا من الأشياء التي يسميها البصريون ظروفا يسميها الكسائي صفة، والفراء حالا، ويخلطون الحروب بالأسماء والشاد بالشاع، فهو يعرض بمنهجهم ويرميهم بالخلط، وهذا لم يمنعه أن يأخذ من أقوالهم ويبني على بعض أصولهم. ومن تراث ابن السراج يعني كتبه الهداية في النحو والأصول في النحو قلنا عنه، وهو كتاب من 3 أجزاء ومتوفر في المكتبات، ومجمل الأصول وكتاب الاشتقاق وكتاب شرح سيبويه وكتاب احتجاج الفراء وكتاب المختصر. من تلاميذ ابن السراج قلنا الرماني والصيرفي وغيرهم. الصيرفي هو الحسن بن عبد الله، أخذ اللغة عن ابن دريد والنحو عن ابن السراج، والفقه ظل يفتي على مذهب أبي حنيفة في مسجد الرصافة 50 عاما، وكان شغوفا بكتاب سيبويه حتى شرحه في لغة واضحة وأعلم على بصريته، حتى استخدم عبارة قال أصحابنا، كان يناصرهم دائما على الكوفيين. من تراثه كتاب سيبويه، وشرح شواهد الكتاب والمدخل على الكتاب. أبو الحسن الرماني هو علي بن عيسى الرماني، أخذ عن الزجاج وابن دريد وابن السراج، يبدو أنه كان معتزليا، وكان يقول عنه أبو علي الفارسي، وهذا قول مهم جدا، إن كان النحو ما يقول الرماني فليس معنا منه شيء، وإن كان النحو ما نقوله فليس معه منا شيء. من تراثه أهم تراثه أو كتب النحوية قلنا كتاب في التصريف، والمبسوط في شرح كتاب سيبويه شرح المقتضب، وشرح أصول ابن السراج وتوجيه أبيات ملغزة يعني ألغاز الإعراب، كتاب الحدود في النحو وكتاب الحروف. وبهذه المحاضرة
هذه المحاضرة التي بين أيدينا والتي مرت علينا المحاضرة السادسة، قد وصلنا إلى بعض الأشياء المهمة عن تلاميذ سيبويه وما قالوه من معلومات يستفيد منها الطلاب. قلنا ونحن يجب علينا كطلاب أن نركز على بعض الكتب وليست كل الكتب، لأن لكل عالم يجب أن نعرف من كتاب أو كتابين حتى لا تختلط عليه الكتب بكثرتها طبعا. ويعنينا من العالم أشياء قليلة جدا، وما قلناه وعلمناه باللون الأحمر في أعلى الصفحة وفي هامشها، وهذه الأسئلة هي التي سوف تطرح لأسئلة الامتحانات وغير ذلك كما قلنا في المرة السابقة. وهؤلاء التلاميذ طبعا كلهم استفادوا من كتاب سيبويه، قلنا رغم أن هذا الكتاب لم يضع له لا مقدمة ولا عنوان ولا أي شيء آخر حتى يستفيد منه الطلاب وغير ذلك. هذا بالنسبة للمحاضرة الخامسة.